حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في ساحة الاحتفالات الكبرى. بشر بالعمل بها في 21 من تموز عام 1980 من قبل الشركة اليابانية فودو وبإشراف ميتسوبيشي بمساحة 360 ألف متر مربع وسط بغداد وبكلفة 38 مليون دينار عراقي. أنشئت على مرحلتين، فبالمرحلة الأولى أنشئت الساحات والحدائق الخاصة بوقوف أكثر من 400 ألف مواطن فضلاً عن منصة كبار الشخصيات. كما أنشئت منصتان جانبيتان مخصصة لكبار الضيوف والإعلاميين ومجهزة بكافة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وبجانب المنصة شاشتان عملاقتان لعرض البث التلفزيوني فضلاً عن ساحات لوقوف السيارات. كما تحتوي الساحة على نافورة ووضع في مقدمتها نصباً للمقاتل العراقي. وفي المرحلة الثانية أنشئت السينما والمسرح وقاعة للاحتفالات العامة فضلاً عن مطعمين. ومن أهم معالم ساحة الاحتفالات هما قوسي النصر، وهو من تصميم الفنان خالد الرحال وتنفيذ شركة موريس تينجر البريطانية التي نفذت القبضتين. وعهد لشركة ميتال فورم تنفيذ السيوف من سبيكة الفولاذ، وخط عليهما يوسف ذنون عبارة بسم الله. كانت ولا تزال هذه الساحة مكانا لاستعراض القطعات العسكرية فضلا عن إعلان الانتصار، وأهمها الانتصار على براثن داعش. في أمان الله.